هذا وأجرى موفد التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، أكدوا خلاله الانفتاح على الاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. نرحب معالي رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة قطر. طبعا هذا يعني هذه زيارة صراحة تعني لنا الكثير في دولة قطر، خاصة لما لها من علاقات بين الدولتين، دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وخاصة القطاع الخاص واستثماراته في جمهورية مصر العربية. وسمعنا من معاليه طبعا الكثير فيما يتعلق بالنسبة للاستثمارات وقوانين الاستثمار في جمهورية مصر العربية وطريقة تطبيقها على أرض الواقع، وتم النقاش في كثير من الأمور وطرح الفرص اللي هي متواجدة. طبعا مصر سوق كبير ومصر يستوعب الكثير من الاستثمارات، وخاصة الجانبين يحتاجون لهذا الشيء، يعني سواء دولة قطر اللي هو تتعلق في القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص المصري. وطلبنا الطرح يكون في شركة استثمارية ما بين القطاعين وما بين الجانبين، وفي نفس الوقت تكون الدولتين لها أسهم في هذا الصندوق الاستثماري. والله ما شاء الله، يعني اجتماع كان مثمر جدا، معلومات كانت جيدة جدا كمان، والحمد لله احنا شايف هي لقاءات مستمرة، فانه مش فقط لقاء واحد وخلاص، لا ما شاء الله في لقاءات مستمرة، في اعمال عم تنجز خلال هذه اللقاءات. طبعا احنا متابعين طبعا الوضع الاقتصادي في مصر، وكما عرفنا من معالي رئيس الوزراء انه في استصلاحات كثيرة، بالذات موضوع العملة وموضوع هذا، فاشياء مبشرة بالخير ان شاء الله. واحنا عارفين انه مصر سوق كبير، ومصر عزيز علينا من زمان يعني، فان شاء الله بيكون في استثمارات مشتركة بين الدولتين ان شاء الله.